ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على ابراج بتميل كتير للاستقرار خلال النص الثاني من شهر سبتمبر لعام 2021، خاصه من يوم 11 في الشهر. طيب بالنسبه للوقت ده عندنا عارف فكره الابراج كده، في ابراج بتتقدم ابراج بتتاخر شويه في النسب الافضل عاطفيا، وعشان كده في بدايه كل فيديو من اللي ليه علاقه بالاطار العاطفي انا بتمنى جدا جدا ان الابراج اللي انا بتكلم عنها فيه ان هم عندهم حظ عاطفيا، ان انت لو عايز تتقدم لحد اتقدم، لو عايز تصالح حد اتصالح، لو عايز تقرب من شخص قرب. حاول دايما ان انت تاخد الخطوة الايجابية من الامور العاطفية، لان الحظ العاطفي بيساندك كتير، وتحاول ان انت يكون عندك الاهتمام بنفسك اكتر. الابراج اللي انا هتكلم عنها كلها انا ده بس بدي اللي هو فكرة، عارف فكرة المعلومات كده الصغيرة اللي لازم تكون واخد بالك منها جدا عشان ان انت يبقى عندك حظ وفير في الطاقة العاطفية او في الوضع العاطفي. فانت عليك انك تعمل ايه عشان ان انت تلاقي فعلا حب جاذبية، تلاقي فيه تصالح. فانت حظ حلو قوي ان انت تتصالح، حظ حلو قوي ان انت تبقى جميل وشيك وتهتم باناقتك، تهتم بمظهرك اكتر، تهتم بنفسك مش تهتم بالمشاكل. يعني ايه؟ يعني تهتم بالفرحه والسعاده، لان الفرحه والسعاده بتبان كتير على الوش بتاعك، بتبان كتير على مظهر الجلد، بتبان كتير على نظره العين بالنسبه لك. فلازم تكون واخد بالك قوي من النقاط اللي زي كده. لازم تكون واخد بالك لو انت عايز ان انت تدي مثلا فرصه لحد، ما تقفلش في وش الباب لاي حد كده، يعني خليك ويح يا باروشدي، لان في بعض الابراج برضو لا بتسد كده، يعني ممكن تقفل الباب. هقولهم دلوقتي. طيب مبدئيا الابراج اللي هتكون اكثر حظ هي الابراج المائيه بشكل عام، بشكل عام، لكن بتختلف في الدرجات. ليه؟ لان احنا عندنا من يوم 11 كوكب الزهره هيكون موجود في برج العقرب، والتاثيرات العاطفيه هنا بتختلف جزئيا. طب خلونا لو احنا هنتكلم على مين الاكثر حظ في الاقل شويه، فاكثر حظ مين اللي هو يكون برج الزهره او كوكب الزهره موجود عنده برج العقرب. فبرج العقرب بياخد المركز الاول لانه هو كان عنده تشنجات عاطفية، يعني كان في بعض اللخبطة شوية. ولكن لما قلت لكم لو على التأثيرات العاطفية قلت لكم عليها بالصورة اللي هي بالشكل العام، ولأن العقرب دايما عنده في جاذبية قوية قوي قوي وكتير منجذب ليه، وعنده من علاقات الصداقة اللي بتتحول لأمور عاطفية. لكن الأفضل بقى اللي بداية من يوم 11 والوضع معانا بيتغير كتير، إن كتير من الناس اللي هم مش مرتبطين أو مرتبطين في علاقات حلوة، توطيد علاقات، بدايات جديدة، علاقات الصداقة اللي بتتحول لعلاقات عاطفية بتاخد أمر جدي جدا وشكل قوي جدا جدا. بس على أصحاب برج العقرب إن هم يبتعدوا كل البعد عن حتة الأنا أو التعنت في بعض الأمور، فلازم نكون واخدين بالنا كتير. وهقول لكم على حاجة تانية، الضحك الكتير أو الفرفشة الكتير خاصة مرأة العقرب، لأن هيكون في نوع من أنواع عدم التفاهم أو الفهم الخاطئ اللي ممكن يتصدر لك. ما هو برضو مش معنى إن إحنا عندنا كوكب الزهرة بشكل أساسي فده معناه إن إحنا برضو نكون مطمنين بشكل كامل ونعمل اللي إحنا عايزينه، لا، ده إحنا عندنا بعض الأمور أو المعايير اللي لازم إن إحنا نتابعها أو ناخد بالنا منها. طيب فده برج العقرب المركز الاول في الوضع العاطفي. طب مين المركز الثاني؟ مع ان برج الميزان انا ما بقولش عليه مركز ثاني، المفروض ان هو برضه مركز اول. ليه؟ لان هو عنده القوه العاطفيه، الارتباط الازيد، يعني في زواج، في خطوبه بالفعل بتتم عند اصحاب برج الميزان، في ترابط، في رجوع بشكل قوي، في حاله من الحب المتزايد، في قوه عاطفيه، في ان احنا عند اصحاب برج الميزان اجواء اقدر اقول ان فيها اعجاب كتير، جاذبيه كتير، وده بتخلي الجنس الاخر يكون متلهف على اصحاب برج الميزان. فبرج الميزان بكافه الاشكال هو عنده حب، عنده ارتباط اقوى وازيد ومواليد كمان، لان في حاجه بتقوي الرباط ما بيننا وما بين الشريك اكتر، نوع من انواع التصالح والعتاب، والعتاب اللي بيزيد محبه مش العتاب اللي بيزيد كره. فعندنا الاجواء دي كتير. من الاخر برج الميزان هيبقى برضه مسيطر في الوضع العاطفي، فده البرج اللي هو اقدر اقول عارفين اللي هو الاول مكرر هو ده. اما بالنسبه لي البرج بقى اقدر اقول بقى رقم 3 بقى ولا 2، خلينا نقول بقى 3 عشان نمشيها حاجه حاجه. البرج الحمل. برج الحمل ليه؟ لان انت كان عندك الوضع العاطفي على قد ما كان حلو شويه بس كان فيه معاكسه، وزي ما احنا قلنا لكم قبل كده او قلت لكم ان في
معاكسة في الخريطة الفلكية تجاه بعض، هما الاثنين الحمل والميزان مواقعهم مختلفة أو معاكسة لبعض، فكان في بعض الضغوط شوية ما بينك وما بين شريك حياتك لأن كان بيتك السابق. المهم يعني عشان ما نخشش في قصة تانية، فكان في بعض المعاكسات رغم إن كان في حالات للحب أو كلام عاطفي أو رومانسية شوية، إلا إن الزهرة إنها تروح لبرج العقرب فالوضع بالنسبة لك بيخف من المعاكسة دي، في حب بيتزاد، عاطفة، مشاعر أقوى، إحساس اللي هو بترتبط بالشريك أكتر، في كمان بالنسبة لك حتة الاستقرار في كتير من التعامل أو كتير من الأمور المجتمع ما بينك وما بين الشريك، كان في كتير ما بينهم أصحاب برج الحمل وحد تاني، خاصة لو الحد تاني ده أبراج مائية، فيكون أو كان بالنسبة لك في بعض الكلام البدايات اللي هو مش عارفين لسه الدنيا فيها إيه، إلى قرار، إلى ارتباط أقوى، إلى أمر أزيد، فعندنا ده جاذبية خارقة كتير يمتلكها أصحاب برج الحمل خلال من بعد يوم 11، فعندنا النوع ده كتير. طيب والرجوع برضو نسبة هايلة جدا جدا، أكتر أبراج اللي عايزة ترجع لأصحاب برج الحمل أبراج الترابية. المهمة بالنسبة لي البرج اللي بعد كده هو البرج الرابع، هو برج العذراء. في إيه؟ ما هو أنا برضو بكلمكم في إن الأبراج اللي هتبقى أكثر حظ في ان برج الـ 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 الابراج اللي انا بتكلم عنها كل حد ليه عنده حظ في نقطه معينه قوي، يعني زي ما قلت لكم الميزان عنده خطوه اساسيه رسميه جواز خطوبه، الحمل عنده انتقال في المرحله بتاعته لشيء ايجابي، يعني لشيء ايجابي بس انتقال اللي هو مش قوي مثلا زي حاجه رسميه، لا لو هي حاجه داخله في اطار رسمي فهتبقى حاجه رسميه، لو هي ده كانت داخله في اطار رسمي، يعني مش اللي هو هبدا على طول مره واحده حاجه رسميه، الميزان عنده هبدا مره واحده حاجه رسميه، العقرب عنده حب جاذبيه وقوع في حبه بشكل قوي، العذراء عنده علاقات وتواصل مع الاخرين، بمعنى ان عنده معجبين جداد في حياته بيدخلوا له، عنده ان هو بيتواصل مع الشخص اللي هو على خصومه معاه بقاله فتره، مع الشخص اللي ممكن يكون سابه وراح لعلاقه ثانيه، او لو العلاقه دي فيها طرف ثالث، في المهم ان مانع قوي حصل في العلاقه دي، فبيحصل العذراء والشخص ده بيرجعوا تاني ان هم يقربوا الجو، يتصالحوا، يتكلموا مع بعض على الاقل او يتعاتبوا، فاذا في نوع من انواع الاتصال والتواصل الجيد اللي بيخلينا ان احنا نوصل لبعض الخطوات. طب نصيحتك ايه في الاطار العاطفي في النقطه دي بالذات؟ هما اتنين بس خلوني اقول واحده دلوقتي، ان انت لازم تكون حريص جدا جدا على انك لما تيجي تعاتب ما تنتقدش، اصبر واتقل كده، خلي الدنيا تمشي وتسلك، لان انت هتموت وترجع للشخص ده، هتموت على اللقاء العاطفي او الوضع العاطفي ده، فحاول على قد ما تقدر ان انت ما بلاش عتاب وما بلاش مشاكل وما بلاش مش عارف ايه، واحده واحده هنعرف نعاتب وناخد حقنا بس في اللي جاي مش دلوقتي. الحاجة التانية اللي انا عايزة اقولها كتير نصيحة لاصحاب برج العذراء، لان برج العذراء هيكون انت بتتعامل مع ناس جديدة او كتيرة في حياتك، فهيكون كتير معجب بيك وكتير بيسأل عنك وكتير مش عارف ايه، بس حذر من ايه؟ من الشهوانية، صريحة جدا، فخلي بالك كتير من ان حد ممكن يكون بيبصلك بنظرة شهوانية، يكون نظرته فيك ان هو عايزك عشان هدف ما، طبعا فاهمني، فلازم تكونوا حريصين كتير طبعا مرأة العذراء، لازم نكون حريصين اكتر واكتر من ان احنا النظرة دي توقعنا، الكلمة دي توقعنا، لان كتير او اقدر اقول ان نسبة 70% من العلاقات اللي هي الحاجات الجديدة هتبقى كل يعني 70% هتبقى كلها كده، فلازم نكون حريصين اكتر. طيب بالنسبة لي البرج اللي بعد كده وهو برج الثور، برج الثور انت عندك فيه امر ما يخص كتير العلاقات العاطفية، من تطوير وتجديد وتصالح وبدايات قوية جدا، وتأكيد من حبك للشخص ده او تأكيد من حب الشخص ده ليك، كمان علاقات كانت من طرف واحد بقت من الطرفين، يعني سواء كانت من طرفك او من طرف شخص ما، بس دلوقتي بقى فيه انتوا الاتنين متجمعين في القرار او في الامر او في النظرات او في المراقبة ما بينكم وما بين بعض، فالاجواء اقدر اقول برضو انها لطيفة على الخفافي. اما البرج اللي بعد كده وهو برج السرطان، برج السرطان انت عندك فيه تصالح حلو، علاقات جيدة، عندك حب، عندك مشاعر، عندك رومانسية حلوة قوي، عندك ان انت شخص اللي انت بتتمناه في حياتك قوي قوي بيكون معاك، بيكون في موافقة على قرار عاطفي، يعني بمعنى ان عارف فكرة اللي هو انا بحبك بس انا عندي شرط معين، فتلاقي اللي هو الشرط بيتحقق لك كده جزئيا ما، فانت عندك ده جدا، الشريك هيكون بيحاول ان هو يراضيك سواء بالكلام سواء بالفعل سواء بايا كان، ففي محاولة لارضائك جدا جدا، محاولة لبداية جديدة، محاولة
للتصالح. فاذا عندك اجواء حاجه كده ما شاء الله، يعني في جو حلو عن قبل الخلافات والانتقاديه، خاصه لو كنت مرتبط بابراج ناريه او ابراج هوائيه او ابراج ناريه او ابراج ترابيه، فهيكون عندك الصعوبه شويه. الابراج الترابيه منهم العذراء جدا، ومنهم القوس والاسد جدا، والحمل برضه. هو الابراج الناريه كلها عامه كان في بعض اللخبطه والانتقاديه والعصبيه الشديده والغضب كتير في الامور الحياتيه، لكن بيبدا معانا ان الجو يتصلح بلغه من العتاب، بقرارات ايجابيه، بحب، برومانسيه، بمشاعر، بلطف. ففي اجواء اقدر اقول انها لطيفه الى حد كبير. فده برج السرطان. كمان ان انت عندك جاذبيه تملكها بشكل هايل جدا جدا بسبب موقع الزهره في برج العقرب، وده برضه موقع حلو كتير بالنسبه لك، عقرب مائي يعني. اما بالنسبه بقى للبرج الاخير، هو برج مائي برضه، برج الحوت. برج الحوت لانه عانى كتير عاطفيا واستنى كتير وصبر كتير على امر ما، الى ان خلاص اقدر اقول اخر الانفراجات في الامور العاطفيه، اخر الانفراجات اللي ليها علاقه باطار زواج او ليها علاقه باطار رجوع حب، برضو ان في يبقى ارتباط، في مولود جديد بيقوي العلاقه او بيزيد من الترابط ده. فاذا احنا عندنا يا برج الحوت جو برضو لطيف كتير، جو من الجاذبيه، جو من المشاعر، الاحساس اللي احنا بنصلح من كتير من اخطائنا. فاذا عندنا تصالح بشكل قوي، وكتير هيكون عندهم مواليد في العلاقه، يعني برج الحوت ولو مرتبط بابراج مائيه زيه وابراج هوائيه فهيكون في مولود او رجوع بنسبه كبيره. فده وضحت لكم التغيير اللي بيكون موجود في الاطار العاطفي نتيجه تغير كوكب الزهره وتاثيراته. عامه انا بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بشكركم جدا، بتمنى لكم كل الحب الرومانسيه، وبتمنى ان كل حد كده كان ليه نصيحه ان هو ياخد باله منها، والنصايح اللي قلناها في الاول نكون واخدين بالنا منها بشكل قوي جدا. شكرا كتير، بتمنى ان انا اكون فدتكم. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.